10 فوائد للمانجو ربما لم تكن تعرفها من قبل وأضرار كثرة تناولها. أهلا بيكم في قناة حقائق ومعلومات. لو أول مرة تشوف فيديوهاتنا ما تنساش تدوس لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة باستمرار. فاكهة المانجو تتميز بطعمها اللذيذ ولها العديد من الفوائد الصحية الهامة لجسمك. يجلب الصيف ألذ الفواكه التي يحبها الجميع والمليئة بالعديد من الفوائد للجسم. والمانجو هي الفاكهة الأكثر شعبية ومحبوبة بين الناس بسبب حلاوتها وطعمها الذي لا يقاوم. تعتبر المانجو ملكة الفواكه، بالإضافة إلى طعمها الحلو فهي تحتوي إلى قيم غذائية عالية جدا ومفيدة للجسم. وفي الفيديو ده هقول 10 فوائد رهيبة للمانجو ربما تسمعها لأول مرة. أولا، المانجو مصدر غني بفيتامين سي و إيه التي تحمي الجسم من الأمراض وتحسن صحة الجهاز المناعي وتزيد من مستويات الطاقة. وتساهم فاكهة المانجو في ترطيب الجسم وتقلل من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة، كما أنها تخفف من الصداع وتقلل من الشعور بالعطش. وتدعم المانجو صحة القلب والأوعية الدموية، حيث تحتوي المانجو على نسبة كبيرة من المغنيسيوم والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، مفيدة في خفض ضغط الدم والكوليسترول وصحة القلب. ثانيا، الوقاية من الإصابة بمرض السكري. يمكن أن تساعد المانجو في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري عن طريق خفض مستويات السكر في الدم والدهون. كان لتناول المانجو المجفف والمجمد بانتظام من قبل المصابين بالسمنة تأثير إيجابي على مستويات السكر في الدم دون أن يؤثر سلبا على وزنهم. ثالثا، فوائد المانجو للشعر والبشرة. تتعدد الفوائد الجمالية للمانجو، حيث تستخدم فاكهة المانجو في إنتاج وتصنيع العديد من منتجات البشرة والشعر، وهي أيضا أساس للعديد من خلطات الجسم والشعر الطبيعية. من فوائد المانجو للبشرة أنها تخفي عيوب البشرة وتزيل العيوب وتجدد الخلايا وتزيل من إشراك البشرة وجمالها وتزيل البثور والبقع السوداء وتعالج حب الشباب. تحتوي المانجو على فيتامين سي الذي يمنح البشرة مرونة ويمنع الترهل والتجاعيد، كما أنها غنية بفيتامين إيه الذي يعزز صحة الشعر. يعرف دور فيتامين ألف ومشتقاته بمضادات الأكسدة القوية التي تحارب الجذور الحرة في الجسم، وهي مهمة للحفاظ على صحة الجلد ومنع ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد. رابعا، المانجو والرجيم. فوائد المانجو في إنقاص الوزن. نصف كوب من شرائح المانجو يحتوي على 50 سعرة حرارية فقط، مما يجعله خيارا مناسبا للوجبات الخفيفة أثناء اتباع نظام غذائي لفقدان الوزن. تتمتع المانجو بكثافة طاقة منخفضة، مما يعني أنها منخفضة السعرات الحرارية بالنسبة لحجمها. يحتوي المانجو على نسبة عالية من الماء، وهذا يحسن من معدل حرق الدهون. تحتوي المانجو على نسبة من الألياف الغذائية، ومن خلال إضافته إلى طبق سلطة فواكه يساعد ذلك في تسهيل عملية العظم ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول. خامسا، فوائد المانجو للحوامل. ينصح أطباء التوليد وأمراض النساء الحوامل بتناول المانجو. تحتوي المانجو على حمض الفوليك الذي يساعد على نمو المخ والحبل الشوكي للجنين، ويحمي الأنبوب العصبي من العيوب الخلقية، وكذلك فيتامين ألف المسؤول عن نمو العظام والأسنان، وفيتامين ب6 الذي يعمل على تطور الجهاز العصبي. تساعد المانجو على الهضم وتمنع الإمساك عند النساء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. سادسا، المانجو مفيد للذكاء. تناول المانجو أو كوب من عصير المانجو في الصباح يحسن عمل المخ، حيث أن المانجو غنية بفيتامين ب6 الذي يحسن المزاج ويعزز النوم ويزيد من نسبة الذكاء ويحسن الذاكرة والتركيز، كما أنه مصدر غني بالجلوتامين. سابعا، من فوائد المانجو تحسين قوة العينين. المانجو هي إحدى الفواكه الغنية بفيتامين ألف، وهو أول فيتامين يساعد في تحسين الرؤية. إن تناول نصف كوب من شرائح المانجو يوميا يساعد الجسم على تلبية أكثر من 30% من احتياجات فيتامين ألف، ويساعد على منع العمى الليلي وإعتام عدسة العين والظلام أمام العدسة. ثامنا، المانجو مفيد لحماية الكبد. يحمي تناول المانجو الكبد ويساعد على تطهير الكبد من السموم الضارة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة القوية. تاسعا، فوائد المانجو للمعدة والجهاز الهضمي. يؤكد بحث جديد أن ثمار المانجو غنية بالألياف أكثر من الأطعمة الأخرى، وتساعد على تحسين تكوين البكتيريا في الأمعاء وتقليل الالتهاب، وتساعد المانجو في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي. ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد ثبت أن الفواكه التي تحتوي على الألياف والمواد المغذية والتي تسمى بوليفينول هي أكثر فعالية في علاج التهابات الجهاز الهضمي من تناول نفس الكمية من مسحوق الألياف. عاشرا، المانجو تحتوي على مذاق لذيذ، مما يعمل على تحسين حالة المزاج. نيجي بقى الأضرار تناول المانجو بكثرة. لا تأكل الكثير
كتير من المانجو بالطبع هي ملكة الفواكه في الطقس الحار، نظرا لأنها تسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم، ولكن فإن الاعتدال مطلوب في تناول هذه الفاكهة وزيادتها ضار بالصحة. فالمانجو فاكهة لذيذة للغاية، وقد تم تضمينها في جميع الصناعات الغذائية، ويحبها الأطفال بقدر ما يحبها الكبار. هناك الكثير من مرضى الكبد والكلى يعانون من حساسية المانجو، لذلك يجب التحقق من وجود الحساسية قبل تناولها، لذلك يجب استشارة الطبيب المختص. في الفيديو ده أنا قلت أبرز 10 فوائد للمانجو التي ربما لم تكن تعرفها من قبل، وقلت أضرار تناول المانجو بكثرة. ياريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة باستمرار. سلام، واشوفكم في فيديو جديد.